مرة في حياتي قدام كاميرا أصور، وأول مرة أصور كان قدام أبويا، فكان صعب أوي. هو بصراحة أنا يا أستاذ أنا شفتهم في التلفزيون، بس والله ما أعرف إن ده ليه علاقة بدرس النهاردة. أول مرة أشوف مسلسل يلتف حواليه الشعب، بل والأمة العربية كلها. سافرت بلاد كتير قوي، تكريمات من كل حتة بسبب المسلسل ده. أول مرة أعرف يعني إيه نجومية، مش أنا شفتها في النجمة يسرا، يعني إيه نجمة كبيرة وتحترم في جميع الدول العربية والغير العربية كمان، وقد إيه متواضعة. أشكرها وبشكر أستاذ جمال عدل جدا. يعني إيه؟ هنروح كلنا في 60 دقيقة والستات دول بلغوا. لا 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 يبلغوا إيه؟ دول شكلهم ولاد ناس يعني هيخافوا على سمعتهم صح؟ بطنية من المسلسلات اللي بعتز بيها جدا، ومن أحلى المسلسلات اللي عملتها أنا وغدا. تاني مرحلة في حياتي بعد رجل في زمن العولمة، برضو مع العمدة صلاح السعداني اللي أنا بحييه وربنا يخليه لينا يا رب. تعبنا في المسلسل ده جدا وكان لينا كلنا أحلام. باب الخلق مع الملك الله يرحمه أستاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه، كان راجل قوي، كان راجل وجدع قوي وصاحب صاحبه قوي ونجم طبعا كبير، تعلمي منه. ربك رب قلوب. ايه ده؟ طلعوه من البوقه بتاعتك. نيات حياتي كنت اشتغل مع استاذ عادل امام الزعيم، انك تمثلي قدامه دور كوميدي يا لهوي وتلاقيه بيضحكوا. لا لا بشكره بشكره بشكر رامي ابني. يا عم ما تبصليش، دي بدفع اخر الشتا. خمس بروفرات سيني. الاب الروحي كنا كلنا لينا حلم، وبيتر ميمي كان ليه حلم كبير في المسلسل ده. المسلسل ده نجح ببيتر ميمي وتعبت فيه جدا وبحبه، يعني غالبا يعني واخد قرار ان انا هعمل شخصية زكريا دي ان شاء الله. مسلسل بيتكتب دلوقتي اسمه زكريا ان شاء الله.